بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن السكس لينكد تريتس. السكس لينكد تريتس هي صفات الجينات بتاعتها موجودة على السكس كروموزوم اكس واي. طيب الاول من نتكلم عن الموضوع دوت عالم اسمه توماس مورجان. توماس مورجان ده درس لون عينين الدروسوفلا اللي هو الاي كالريشن في الدروسوفلا اللي هو حشرة الدروسوفلا اللي هي حشرة ذبابة الفاكهة، درس فيها لون عينيها فلاحظ حاجة غريبة جدا زي ما نشوف دلوقتي. لاحظ ايه؟ انه الميل ممكن تبقى عينيه ريد وممكن تبقى عينيه وايت يبقى ريد اي وايت اي، اما الفيميل دايما ريد اي. فسأل على ازاي مفيش وايت اي في الفيميل، وده كانت الشغل بتاعه، يعني ازاي مفيش فيميل عينيها وايت اي، اشمعنى الميل عنده ريد وايت والفيميل ريد بس، ليه مفيش وايت اي فيميل؟ من هنا ابتدى يفترض انه الصفات دي مرتبطه بالجنس، وافترض عليها انه الميل هو اكس واي، الاكس دي لو عليها ار كابيتال يبقى ريد، اكس واي لو الاكس عليها ار سمول تبقى وايت. الفيميل عندها 2 اكس، فقال لو عندها ار كابيتال تبقى ريد بيور. طيب والاكس لو عندها ار كابيتال وار سمول تبقى ريد بس امبيور. وطبعا قال امتى هتبقى وايت؟ لو الاكس عليها ار سمول وار سمول في الحاله دي هتبقى وايت، بس هو ما لقاهاش خالص. طيب كان بيعمل ايه؟ نشوف دلوقتي كان بيعمل ايه. بدا هو بتزاوج ميل وايت اي مع فيميل ريد بيور، تمام؟ دي ريد بيور والميل ايه؟ وايت. طيب ابتدى لما عمل تزاوج هنا دول، هنا نازل اكس ار سمول ونازل هنا واي، هنا شبه بعض اخد منهم واحده، دي مع دي هتديني اكس اكس ار كابيتال ار سمول، دي مع دي هتديني اكس ار كابيتال واي. طبعا طلع فيميل ريد وميل ريد. طب تعالى نجيب الجيل الثاني، الجيل الثاني وناخد دول نضربهم في بعض اللي هو اكس اكس ار كابيتال ار سمول في اكس ار كابيتال واي. اهو وزع اكس ار كابيتال اكس ار سمول، هنا وزع اكس ار كابيتال واي، هديك هنا اكس اكس ار كابيتال واكس ار كابيتال واي واكس اكس ار كابيتال ار سمول واكس ار سمول واي. فطلع له فيميل ريد ميل ريد، فيميل ريد برضه بس ام بيور، وميل وايت. تمام، 3 ريد لواحد وايت بنسبة 3 لواحد، وهنا كان بنسبة ميل فيميل 1 لواحد يعني. طيب فالريشيو طلعت 3 to 1، والحقيقة انه ما طلعش ما ظهرش خالص وايت اي فيميل، بس هو عمل بريدكشن. بريدكشن يعني تنبأ انه ممكن يحصل على اللون الوايت ده لو عمل التالي. قال ايه؟ احنا ممكن نحصل على الوايت اي فيميل دي امتى؟ لو جبت ميل او فيميل الاول ريد امبيور مع ميل وايت. نزل كده اكس ار كابيتال اكس ار سمول اكس ار سمول واي، اضرب دي في دي هتبقى اكس اكس ار كابيتال ار سمول، وهنا اكس ار كابيتال واي، وهنا اكس اكس ار سمول ار سمول، وهنا اكس ار سمول واي. ادي اهو، ده طبعا فيميل ريد ميل ريد، ودي فيميل وايت، وده ميل وايت، تمام؟ 2 لـ2 او 1 to 1. ادي الفيميل الوايت حصل عليها امتى؟ لما عمل فيميل ريد بس ام بيور، مش بيور بقى، مع الميل الوايت. ده كان بريدكشن، ولكن هو ده ما حصلش في الحقيقه، ده كان تنبؤ منه انه ممكن يحصل عليه لو حصل التزاوج ده. طيب ادي المثال اللي شرحناه. بيسالك بقى ايه نسبة الابيرنس اوف هاي كلر كاركترستكس، الصفات طبعا صفة العينين، في الميل والفيميل في الفيرست جينيشن. اهي طلعت هنا اهو، احنا شايفينها اهي نسبة ريد هنا في ميل ريد لميل ريد 1 لـ1. طيب ايه ريشيو بتاع ظهور الاي كالريشن بتوين الميل والفيميل في السكند جينيريشن؟ طلع 3 ريد لواحد وايت، تمام؟ ده بنسبة الالوان يعني، ما بتكلمش عن الميل والفيميل بقى. ايه السكس بتاع الانسكت ويز وايت اي
واتس ذا سكس اوف انسكت ويز وايت اي امونج ذا ممبر ذا سكند جنريشن. طبعا اللي طلع وايت اي هو ميل، يعني الميل بس هو اللي طلع وايت اي. داز ذيس كيس اجري ويز مندل فيرست لو؟ هل الـ 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 الحاله دي بتنطبق على مندل فيرست لو؟ في الريشيو بتنطبق انها 3 تو 1 وهناك برضه 3 تو 1 تمام. اما مندل فيرست لو ما كانتش مرتبطه بالجنس، لكن الصفات دي مرتبطه بالجنس. طيب بيقول لك بقى ايه؟ مورجان لاحظ وين وايت اي ميل دروسوفلا والكروز ويز ريد اي في ميل، الممبر بتاع الفيرست جنريشن كلهم كانوا ريد اي. طيب كمان كتب لك هنا this means that in red eye the dominant over white eye when member of the first generation were crossed with each other. لما الفيرست جنريشن بقى عملوا تزاوج مع بعض عشان يجيب الجيل الثاني، الريد اي والوايت اي ظهر بريشيو 3 تو 1. ده شرح المساله اللي فوق. طيب هنا it was possible to consider this case as Mendelian character unless his observation that all white eye insect were male. يعني كنا نعتبرها مندل فيرست عادي الا ان كل الوايت اي كان لون عينيهم ميل، ما كانش فيه اي في ميل خالص. مورجان شرح ان الجينات دي بتشال على سكس كروموزوم اكس، وان الكروموزوم واي ما بيشيلش كاري فيو جينز، يعني بيشيل جينات قليله يعني. طيب هي جيف ذيس كيس ذا نيم اوف سكس لينكد كاركتر، وبالتالي مورجان اعتبر الاي كاركتر اوف دروسوفلا دي سكس لينكد تريتس. طيب ناخد بقى السكس لينكد كاركتر في الهيومن بنفس الطريقه، ان الكروموزوم اكس شايل جينات المسؤوله عن بعض صفات زي الهيموفيليا اللي هي سيوله الدم، كالر بلايندنس عمل الوان، شورت سايتنس اللي هو قصر النظر، والمسل اتروفي اللي هو ضمور العضلات. طيب هنبدا برضو شرح الكيس ديت ونبتدي نشوف هو حلها ازاي. بالنسبه لعمل الوان، عمل الوان افترض انه الميل لو بيشوف كويس وما عندوش عمل الوان هيبقى اكس واي عليه سي كبيره، يبقى كده ده نورمال فيجن. طيب لو هو عنده كلر بلايند يبقى اكس واي سي سمول، ده هو كلر بلايندد. يعني عمل الوان، عمل الوان هو عدم القدره على التمييز بين الجرين والكلر، الجرين والريد كلر، اللون الاخضر والاحمر، اللونين الاخضر والاحمر من بعض الناس ما يقدرش يميزوا بينهم، فبيبقى عنده عمى الوان. نسبه عمى الوان، عمى الوان ده نسبي، يعني ممكن واحد يفرق بين الوان معينه والوان ثانيه لا. طيب الفيميل بقى عندها 2 اكس، فلو هي سي كبيره سي كبيره دي نورمال فيجن. طيب لو سي كبيره سي صغيره دي نورمال، بس بيقولوا عليها كارير، هي نورمال فيجن عاديه بس كارير، يعني ايه؟ ممكن تجيب حد عيان، حد مصاب. طيب امتى تبقى كالر بلايندد؟ لو سي سمول سي سمول، في الحاله دي تبقى ايه؟ كالر بلايندد فيميل. فدي مثال سهل جدا جدا، ممكن بقى نشوف هو شرح انهي مثال. اهو هو شرح في ميل نورمال مع ميل ديزيز. تعال نشوف كده، لو خدنا الميل ديزيز والفيميل نورمال سواء بعض، ناخد منهم واحده مختلفين ننزلهم الاثنين، دي مع دي هتبقى اكس اكس سي كبيره سي صغيره، دي مع دي تبقى اكس سي كبيره واي. هنا طلع في ميل نورمال بس كارير والميل نورمال نسبه 1 تو 1 تمام. ده حل المساله، مفيش اي مشكله فيها خالص. طيب تعال نشوف هو بيتكلم عن ايه. اهو ده معنى عدم القدره بين التمييز بين الريد والجرين كلر. طيب ايه اللون واي ذا كلر بلايند ستريت ريبريزنتد باي سنجل جين ان ميل؟ طبعا لانه عنده اكس واحده بس، عشان عنده 1 اكس. طيب وات ار ذا بوسيبيليتيز اوف تريتس اوف ذيس تريتس انهيرتنس امونج ذا ميل اند فيميل اوف سبرينج؟ طبعا هو بيقول لك توريثها في الميل والفيميل، احنا طبعا في المثال اللي قدامنا ده طبعا ما ظهرش حد خالص مصاب. Why doesn't father pass the color blindness trait to his son؟ ليه الاب مش بيورث الصفه دي لابنه؟ لان الاب طبعا عنده اكس واي، فالاب المصاب هنا في الحاله دي بيدي الواي لمين؟ للابن، والاكس ده لمين؟ للبنت. يبقى دايما لو الاب عنده شين بايظ هيوديه لمين؟ هيوديه للبنت، لكن الواي عمر الاب ما هيورث لابنه. ليه؟ لان هو دايما بيديله الواي، والواي مش بيشيل اي جينات تمام خاصه بالايه؟ بالكلر بلايندنس. طيب بيقول لك هنا السكس لينك تريد ريبريزنتد بسنجل جين في الميل، لان الكروموزوم واي دازنت كاري اني جين، وطبعا هو عنده اكس واحده بس. طيب لكن ريبريزنتد بوان بير اوف جين في الفيميل، طبعا عشان عندها بير من السكس كروموزوم او عندها 2 اكس، وده المثال اللي احنا شرحناه في الميل بيبقى عامل ازاي وفي الميل بيبقى عامل ازاي. طيب اهو الفيميل بيكتبها ازاي، دي شرحناها دلوقتي.
الميل دازنت باز هي ستريت تو هيز سون طبعا، لانه بيودي بالكروموسوم واي مش الاكس، لانه بيديله الكروموسوم واي مش الايه مش الاكس. لكن الميل ممكن يورث للايه للجراند سون عن طريق الدوترز، يعني الاب ممكن يبعت ده كده الجد بقى، الاب هيدي الجين بتاعه لبنته وبنته تبقى للايه للحفيد. الام عندها 2 اكس، فلو عندها 2 اكس ديفكتد بايظين يعني هتدي واحد للميل واحد للفيميل، فالام بتورث للاثنين. ده مثلا عمل الوان اهو، لازم تبقى انت قادر تميز اللونين الارقام المكتوبه في الصورتين دول عشان تعرف اذا كان عندك عمى الوان ولا لا. تمام؟ فمثلا بيسالك بقى على اللونين الموجودين في الصورتين اللي كان مثلا 74 ولا 45، تبتدي انت تشوف ايه قادر تميزهم ولا لا. هنروح لحاجه ثانيه زي الهيموفيليا بعدين نبتدي نشوف حال المسائل. الهيموفيليا بقى، الهيموفيليا هو ده مرض lack of blood clotting factor، نقص عوامل التجلط. نقص عوامل التجلط يعني ايه؟ يعني واحد عنده سيوله في الدم. سيوله في الدم يعني الدم بتاعه ما بيتجلطش، اول ما بيتعور بيبتدي يحصل له نزيف والدم ما بيلتئمش بسهوله. طيب تعال نشوف ده مشروح ازاي. بسم الله. اهو الميل بقى لو هو اكس واي عنده اتش كبيره يبقى ده نورمال بلاد كلوتينج، يعني تجلط طبيعي. طب لو امتى يبقى هيموفيليك او عنده سيوله؟ لو هو عليه اتش، لو الاكس هي الاتش سمول بقول عليه هيموفيليك يعني عنده سيوله. طب الفيميل، الفيميل عندها 2 اكس، فاتش كابيتال اتش كابيتال دي معناها نورمال بلاد كلوتينج. طيب اتش كابيتال اتش سمول دي نورمال بلاد كلوتينج بس كارير، يعني ممكن تجيب حد عيان. طب اتش سمول اتش سمول لا دي بقول عليها هيموفيليك. سهلة جدا زي الكار بلايندنس بالظبط. طيب عمل ايه؟ نفس الطريقة برضو، هيعمل تزاوج ما بين فيميل نورمال بلاد كلوتنج بيور مع مش كارير يعني مع الميل اللي هو الهيموفيليك. اكس اتش سمول واي، وهنا اكس اتش كابيتال واحدة دي مع دي هتبقى اكس اكس اتش كابيتال اتش سمول، واكس اتش سمول واي برضو فيميل نورمال بلاد كلوتنج بس كارير والميل نورمال. نورمال. وهنجرب امثله كتير نشوف المشاكل بتاعتها وبنحلها ازاي. طيب اهو الهيموفيليا كوز باي ريسيسيف جين، يعني مسببها جين متنحي او ضعيف كارد اون اي اكس كروموسوم. طيب الجين ده كوز ا كيس اوف بلاد ليكويديتي اللي هو سيوله الدم ديو تو لاك اوف سام نيسيسري سبستنس، نتيجه نقص بعض المواد اللازمه للتجلط. الهيموفيليا بتسبب الديس سبيشالي ان تشيلدرن ستيج، بتسبب الموت طبعا في حالات الايه الاطفال. ده المثال اللي هنا، تعال نشوف بقى المسائل دي. كلر بلايندد ميل، ميل يعني اكس واي، كلر بلايندد يعني سي سمول. طيب مع كارير في ميل، في ميل يعني اكس اكس، كارير يعني سي كبيره سي صغيره. طيب تعال نشوف بقى هنا دول مختلفين، هننزلهم اكس سي سمول واي اللي بيحصل، وهنا اكس كابيتال واكس سي سمول. تعال نشوف بقى دي مع دي هتبقى ايه؟ اكس اكس كبيره سي صغيره، ودي مع دي اكس صغيره اكس صغيره، ودي اكس كبيره واي، والاخيره اكس صغيره واي. طيب هنا في ميل في ميل ميل ميل، ده نورمال، ده كلر بلايندد كلر بلايندد ونورمال بس كارير. طيب دي حل المسألة الأولانية، وريش طبعا مفيش حاجة شبه التانية، فأعملها مثلا 1 تو 1، دي كلر بلايند وكلر بلايند بس ميل لإيه؟ لفيميل. طيب نشوف المسألة اللي جنب منها. نورمال فيجن ميل، نورمال ميل يعني إكس واي، نورمال فيجن يعني سي كبيرة، مع كلر بلايند فيميل هي إكس سمول سي سمول، هناخد من هنا واحدة وهنا إكس كبيرة وواي. دي مع دي هتبقى إيه؟ إكس إكس كبيرة سي صغيرة، ودي مع دي تبقى إكس صغيرة واي. تمام؟ اللي هي فيميل كارير وميل كلر بلايندد. تمام؟ بنسبة برضو بنسبة 1 ايه؟ 1 تو 1. نروح لمسألة تانية. نورمال بلاد كلوتينج ميل. ميل يعني اكس واي. نورمال بلاد كلوتينج يعني اتش كابيتال. هيموفيليك فيميل يعني اكس اكس
اتش سمول اتش سمول. طيب اهو ناخد هنا اكس اتش سمول واحده منهم وننزل اتنين اكس اتش كابيتال وننزل واي دي مع دي هتبقى ايه اكس اكس اتش كابيتال اتش سمول ودي مع دي اكس اتش سمول واي. دي في ميل نورمال بس كارير وده ميل هيموفيليك بنسبه 1:1. بيقول لك لو ميتنج توك بليس بتوين ميل وفيميل وذ نو سيمتومز اوف هيموفيليا ما كانش عندهم هيموفيليا بس ادوا ديزيزد ميل. بصوا الميل عشان ما يبقاش عنده هيموفيليا ما هو الاب والام ما عندهمش هيموفيليا يبقى اكيد كان اتش كابتن. الفيميل بقى عشان هي ما عندهاش هيموفيليا ليها احتمالين يا اما تبقى بيور يا اما تبقى امبيور او كارير يعني عشان تجيب حد عيان يبقى اكيد كانت هي كارير اتش كابتن واتش سمول اهو. طيب بسم الله هنزل اكس اتش كابيتال واكس اتش سمول وهنا هنزل اكس اتش كابيتال هنزل واي دي مع دي تبقى اكس اكس اتش كابيتال اتش كابيتال ودي اكس اتش كابيتال واي بعدين اكس اتش سمول اكس او اكس اتش كابيتال اكس اتش سمول وبعدين اكس اتش سمول واي. طبعا فيميل نورمال ميل نورمال فيميل نورمال بس كاريال وميل هيموفيليك ممكن اقول بنسبه 3:1 اللي هو نورمال هيموفيليك. تمام نشوف مساله بعد منها. ميل مان هاز كلر بلايندنس اند هيموفيليك. اه دي مساله غريبه احنا هنكتبها اهو ميل اكس واي كلر بلايندنس يعني سي سمول وفي نفس الوقت هيموفيليك يبقى احط عليه اتش سمول كمان. دي شايله حاجتين دلوقتي. مع في ميل كاري للبوست كاركتر اكس اكس سي كبيره وسي صغيره واتش كبيره واتش صغيره وكان ليها كذا احتمال يعني. طيب هنا هتعامل معاهم كانهم حاجه واحده برضو يعني اكس يساوي سي سمول واتش سمول ودي اهو نفس الكلام ونازلين اثنين اكس سي كبيره واتش كبيره والاكس سي سمول واتش سمول بس هنضرب دي في دي ودي في دي ودي في دي ودي في دي بس نشوف هيطلع لي ايه. فهيطلع لك اهو مثلا اكس سي كبيره اتش كبيره جنب منها اكس صغيره اتش صغيره وبعدين اكس سي صغيره اتش صغيره اكس صغيره اتش صغيره اكس كبيره اتش كبيره واي اكس صغيره اتش صغيره واي. طيب عايز هنا نورمال فيجن ميل ميل نورمال فيجن سي كبيره وبلاد جروب او يعني او او مع فيميل كارير للكلر بلايندنس يعني سي كبيره سي صغيره في نفس الوقت بلاد جروب اي بي. طيب هنا كانها ميدل سكند يعني اكس كبيره مع او واي مع او. طب وهنا لا دي هتطلع اربع حاجات بقى اكس كبيره مع اي واكس كبيره مع بي واكس صغيره مع اي واكس صغيره مع بي. طبعا هتضرب بقى كل واحده مثلا ممكن تعمل جدول وممكن تضربهم دلوقتي مع بعض كده نضربهم ناخد الاولانيه دي في كل الاربع حاجات دول اهو هيديك ايه اكس كبيره اكس كبيره اي او واكس كبيره اكس كبيره بي او واكس كبيره اكس صغيره اي او اكس كبيره اكس صغيره بي او مثلا ده الصف الاولاني. تمام الصف الثاني هناخد بقى الواي او اللي هي في دي كلهم يبقى مثلا اكس كبيره واي اي او وبعدين اكس كبيره واي بي او وبعدين اكس صغيره واي اي او واكس صغيره واي بي او. مثلا هتشوف دي ده هتقول ده ميل ونورمال ده نورمال فيجن ميل وفي نفس الوقت سيل الدم ايه ده نورمال فيجن ميل وفي سيل الدم بي نورمال فيجن ميل وسيل الدم كلر بلايندد ميل وسيل الدم ايه كلر بلايندد ميل وفي نفس الوقت سيل الدم بي وهكذا وده نفس الكلام. هي مساله غبيه طبعا ما تجيش بس يعني ايه ده احنا حليناها مع بعض.